استاذ عبد الغني طليس، مرحبا. اهلا وسهلا فيك. خليك مرتاح. أهلا. يا هلا فيك، شرفتني. الله يخليك. حضرتك يمكن اخر صحافه رح تكون معنا بعالبكلي، لانه نحن اليوم عم نختم تقريبا يعني. اخر العنقود والختام مسك اكيد مع استاذ كبير مثلك. الله يعني خليك. بلكي بنخجل نحاور قدامه. لا بالعكس، انت عملتي شغلك وعملت تجربتك بالصحافة وعم تعمل تجربتك بالتلفزيون، ما في يحكم عليك كمان الشخص يعني من أول برنامج. ربما أنت بعد ما توقفي هذا البرنامج حكمت يعني. لأقول لك شغلة، نحن شو بنعمل؟ نحن دورنا نوجه. أنا مش هيك، أنا بقول دور الناقد مش أنه يعني كيف، بمعنى أنه أنا بشوف برنامجك، شوف وين ممكن انا افيدك، وين انا ممكن دلك، مش انه مثلا دور النائد. اي لو اقول لك شغله، دور النائد مش مثل المعلق بالماتش الرياضي، انه الان الطابه مع فلان، عطاها لفلان، عطاها فلان، ضربها راحت. مش هيك النائد، مش هيك النائد. يشارك في تكوين اللعيبه، يشارك في تكوين اللعبه. انا اذا ما بدي لما بتطلع فيكي ببرنامج وكون قادر على انه غير او بدل بفكرتك للبرنامج، ما انا طعم يقول انه والله غلطت هون او قالت هون او عملت هون. فلذلك انا بشوف انه، وهذه تجربتي الفنيه اذا بدك، تجربتي النقديه مع بعض الناس، انا يعني ركبت اشياء جديده باذهانهم اشتغلوا فيها، وصلوا لمحلات مهمه جدا بفنونهم. انا برايي هذا دور النقد. وفي عندي امثله بنحكيها بعد. طب استاذ عبد الغني، بما انه فتنا بموضوع النقد وهو الموضوع يلي اليوم بتحس مين ما كان بده ينتقد، والنقد ما بيقدر يكون موضه مثل غير قصص يعني. صحيح. انا هذا اللي دائما بحكي فيه. تغير دور النائد، او اصلا في ناس ما بتفهم شو دور النائد. تبدل الزمن. نعم. فتبدل معه كل شيء. اليوم حتى بالسياسه في ناس بتشوف انت انه هذا شو دخله حتى يكون نائب او وزير او الى حد، الى هذا الحد وصلت فينا. بتطلع بتلاقي انه هذا مثلا رئيس حزب مثلا، بتقول انه هذا شو لحتى وصل لحتى يعمل رئيس حزب، او عرفت يعني. الى هذا الحد موجود على سطح المجتمع، سطح المجتمع يلي هو الواجهة اللي علاقة بالسياسي، وايضا موجود بالنقد وموجود بالفنون وموجود بكل المطارح. فلذلك في عدد كبير من الناس اللي ما عندهم شغل صاروا يشتغلوا بالصحافه، وبما انه صاروا يشتغلوا بالصحافه صاروا يعملوا نقاد. لكن ما في ناقد في لبنان. ليه نقاد يعني؟ ليه على النقد؟ ليه الهجوم انه على النقد؟ الهجوم على النقد لحتى قال انه بكون لهم تاثير، هن يعني هن بيعتبروا انه بكون لهم تاثير. وانا برايي بطل يكون حدا له تاثير نهائيا من دقني وجر. لاقول لك الفنانين ما بقى يردوا، الفنانين ما بقى يردوا على حدا لسبب. لما كنا نكتب بمجلة الشبكة أو بجريدة الأنوار الصفحة الثقافية، كنت أكتب أنا بعض الأشياء ما عن الفنانين والمسرح وإلى آخره، كان يومتها عدد الصحف أقل، عدد المجلات أقل، عدد النقاد أقل، عدد الفنانين يمكن أقل. كنت تحس إنه الفنان لما تكتب له يهتم بإنه يتصل فيك يشوف شو. صح. اليوم كان إلا وقع غير. اليوم ما في حدا بيقراك أساسا، وإذا قراك ما حدا بيهتم. إذا ليش؟ لأنه هالإحاطة فيه من مواقع التواصل الاجتماعي، إحاطة الناس في والفانز والما بعرف شو هن، بحس للحظة باللحظات إنه هو إيه فعلا ما عاد بحاجة لواحد ينبه أو واحد يقول له أو واحد كذا. فلذلك بيعتبر إنه مش كله عند العرب صابون. هيك بيقول المثل. فكله مديح، يلا خلينا نضل ماشيين بالمديح. ما بيعود قادر يتحمل أي كلمة نقدية. أنا عندي مشكلة كتير كبيرة، فلذلك فيي أقول لك يا صديقتي، يا صديقتي العزيزة، أنه بكل بساطة يمكن صار لي شي 15 سنة مش متصل بحدا من الفنانين أو حدا متصل فيي. واللي بتصل فيي برجع لي لأنه عندي اهتمامات تانية عم بعملها. طب عملت أعداء يعني الفنانين؟ ايه اليوم يلي ما بيزقف لهم. أنا بعرف يعني اليوم كذا حدا، نحن بعصر السوشيال ميديا في ناس عملت لي بلوكيت، في ناس زعلانة علما أنه لما كان في قصص مهمة رجعنا حكينا بشكل إيجابي. ولكن الفنانين أكتريتهم بيحبوا مين يزقف لهم. قد إيه عملت أعداء؟ عملت عدي قد ما بدك. ليش؟ لأنه أنا واضح، وأنا أتجرأ على القول أنه أنا أشارك في تكوين الفنان. يعني خليني أعطيك أمثلة لحتى تعرف العالم كيف. وعلى فكرة أعطيك أمثلة كمان بتدل على أنه مش نبي النائد. يعني مثلا رفيق علي أحمد، هذه التجربة الكبيرة بالتمثيل. نعم. أنا أنعته يكتب له ككاتب مسرحي. مرة عم نحكي عن الكتاب وقلت له أنت أفضل من يكتب لنفسك. كان بعد يومتها عمل أيام الخيام، يعني المسرحية المشتركة اللي عملوها هو ورفقاته. نعم. بعد منها بست شهور رفيق علي أحمد كتب مسرحية الجرس، الجرس اللي ضل يشتغل فيها أربع خمس سنين وبعدها لحد هلأ. هيدي وحدة. نعم. أليسا
لما كنت تغني بعدها بالبدي دوب والشرشف وما بعرف شو بالكليبات، انا جيت قلت لها روحي على الغناء الرومانسي الشرقي ورح تشوفي انك انت رح تفتحي باب ما انفتح. لما اجى لعندي على المكتب عم قالت لي انا بعمل هيك، قلت لها انت بتعملي هيك بس فوتي تجرئي انك فوتي، انا برايي انت صوتك اللي بيعمل هيك، وعمل صوتها هيك. بيعترفوا هلا بيعترفوا، ما بيعترفوا رفيقي بيعترف هلا، ما بعرف لسه ما شفتها مره قالت لسه، لكن انا بعطيكي مثل ثاني سلبي. يعني كمان يعني مثلا لما طلعت هيفا وهبي، اول ما طلعت هيفا وهبي انا كتبت عنها مقال قاسي جدا، بعد ست سبعة اشهر كتبت مقال اقسى، وحاولت تدخل لي مجموعه من الاصدقاء وكذا، اخر شيء قلت انا طيب روق وليش، طب شو انا ما عنديش غيرها، روق لحتى اشوف شو بدها تطلع. بعد سنه سنتين عملت ظاهره وحي ظاهره اسمها هيفا وهبي، يعني ما قدرت توقعت، انا كنت عم اقول لها روحي شوفي شو بدك تعملي شغل ثاني. فمش على طول النائد بيقدر يتنبأ أو يتكهن أو يتوقع للفنان شغلة صحيحة، لكن مرات كتير تزبط. ويجب أن يستمع الفنان، إذا ما استمع هيدي مشكلة كبيرة طبعاً. يعني أنا اليوم صديقي راغب عليم لما بكتب له بقول له الناس ناطرة منك أكتر من فزي قلبي ونط، ما بعرف شو اسمه، شو هي الغنية هذه، شفتك تلخبط، شفتك تلخبط فزي قلبي ونط، انت عملية ولا بيتقبل منك؟ والله ما عرفت اذا تقبل ولا، ولكن كتبت انا لانه انا بحس انه راغب علامي حضوره على المستوى الثقافي اذا بدك، حضوره على المستوى الاجتماعي، حضوره طبعا على المستوى الفني، صار ينبغي أن يواكبه بمرحلة جديدة فنية، أن يطل على مواضيع تانية، على نوعية تانية من الأغاني، ممكن تكون أغاني عاطفية بس مش فزونات وما بعرف شو. هذا قلته، ما بعرف إذا انزعج ولا لا، لكن أنا بعتبر أنه عندي دور هو أن أصدق القول لصديقي. هلأ هو ما بيعتبر أنه ما بتفيده، ما بتفيده، كون أنا قلت كلمة بتكون عملت واجبك، عملت واجبه وهو عمل اللي بده إياه، يصطفل ما بعد أنا سائل. طب أستاذ عبد الغني بعتذر أطرح عليك هيدا السؤال، قولي. بس اليوم في كتير صحافة بتنشرها وبتنبيع طبعا. يعني إذا بعت له ما بعرف أنيد بارفان يمكن يجي يحكي عنه إيجابي طبعا. قديه مهنة الصحافة اليوم كمان عم تتشوه، وأنا عم بحكي مع أستاذ يعني اليوم يا نسرين بكل شيء هذا دارج، انه انت بتقدر تاخذ واحد بالمونه، بتقدر تاخذ واحد بهديه، بتقدر تاخذ واحد بشكيت، شو نحن بننسى زمن الشكيت اللي كان يروح ويجي وبعده لحد هلا نيه ماشي بين تجرأ حدا يبعت لك الصحافة. تجرأ حدا يبعت لك، رديته معه مباشره، رديته معه مباشره. بعد هالعمر استاذ عبد الغني والكتابه شو بيبقى للصحافه يعني، خاصة اليوم في معمعة السوشيال ميديا وكأنه غيب دوره أو صحيح. أو يعني لكن أنا إذا بدي ناقش حياتي المهنية لو رجعت من الأول ما بشتغل صحافة. أوف. بكل بساطة تكاد تكون أسوأ مهنة من حيث العقوق، الصحافة مهنة عاقة 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 يعني هذا الكلام الحقيقي اللي مش بس أنا بقوله، بقولوه أغلب الصحفيين لما بيمرقوا بتجاربهم. أنا لما بلشت شغل بالصحافة سنة 77 أنا كنت موعود بوظيفة كتير مهمة بالبلد، ولأنه بحب عالم الفن والثقافة والمسرح والشعر والأدب فت على دار الصياد، أخذني هذا الجو، نسيت أنه أنا الوظيفة الثانية كانت أهم لي، نسيت حلمك، مش حلمي، حلمي هون بهذا الجو الصحافة كذا، لكن الوظيفة المضبوطة هي هونيك، ما رحت عليها، رحت على محل ما حبيت، فهلأ بكتشف أنه لا أنا كنت غلطان، خصوصاً بعد ما صارت هذه المهنة مؤسفة. أنا بحكيك بصراحة لولا برنامج التلفزيون كان عندي معاناة كتير كبيرة بيني وبين حالي، أقل مادية يعني، لا مش بس مادية، مش بس مادية، لا حتى معنوية، حتى معنوية، مادية مفهومة شو الوضع الصحفيين بلبنان، عم بحكي حس معنوياً، إجا البرنامج عطاني الأشياء اللي أنا بحبها، يعني بين الكتابة أنا بكتب بالسياسة، وبين الكتابة بالسياسة، وبين الكتابة بالثقافة، والكتابة بالفنون، إجا هذا البرنامج عبال الأشياء الحلوة اللي أنا بحبها، مشان هيك صار له 10 سنين البرنامج، وبعده محبوب، وبعده لما بتصل بحدا يعني بيطلعوا بالبرنامج وبكونوا مبسوطين لانه بيكبروا يطلعوا معك كمان، في مين في محاور يعني، الله يخليكي، هلا هن يعني اعتباراتهم لهذا البرنامج انه بهالشكل، انا بالنسبه الي ايه حسسني هذا البرنامج انه انا قادر اعطي الشغل اللي بدي اياه، وان شاء الله ان شاء الله في اوعد المشاهدين رح تكون بالمواسم المرحله المقبله ستكون قويه جدا جدا جدا، اذا استطاع الوزير ملحم رياشي أن
يطبق ما ينوي تطبيقه في تلفزيون لبنان بتقديري ايه انا بتقديري تلفزيون لبنان سيكون يعني تلفزيون منافس ان شاء الله يا رب. وهذا انا قلت له الوزير، قلت له للوزير انت عم تقول انه برنامج تلفزيون لبنان مش منافس لانه بده يعمل البرامج الثقافيه كذا كذا كذا. قلت له انا بخبرتي بقول لك حتى بهذا النوع من البرامج الثقافيه والسياسيه والترفيهيه كذا نحن فينا ننافس بالتلفزيون. طب على سيره البرامج وانه يقدر تلفزيون ينافس، الناس اليوم اي برامج بدها، يعني اليوم بنحس في تجنيح كثير صوب البرامج مش السطحيه، يعني يلي ما فيها شيء بتسلي سخيفه مثل ما عم اقول لك، في جنوح باتجاه البرامج السخيفه، انت فيك تبعد عنها، انت فيك تعمل صيغه برامج تضل فيها نوع من الترفيه، اذا بدك تعمل ترفيه فيك تعمل برامج غنائيه، فيك تعمل برنامج موسيقيه. مين قال انه انت لما بدك تعمل برنامج ترفيهي لازم تكون بلا طعمه؟ مين قال هذا الشيء؟ بس ولكن بعض المحطات عودونا هيك. انت على التلفزيون بتحس رايح لوين التلفزيون؟ يعني البرامج صوب اي موجه؟ اكتفوا اللي عملوا هذه الموجه التافهه اذا بدك واللي لحقوا فيها الريتنج، انا برايي وصلوا لمحل دقوا بالحائط بده يرجعوا، ولو انه ما بيرجعوا دغري، ربما ما يرجعوا دغري، بده يرجعوا بيعملوا لفه ليرجعوا، لكن المرحله المقبله بتقديري ستكون افضل بالموضوع التلفزيوني، شبعت الناس من المشاي اللي عم يحطوا لهم اياه على التلفزيون. حلو، راي ايجابي ما توقعت. استاذ عبد الغني، الى جانب يعني الصحافه حضرتك كاتب وشاعر، على الطريق في كتاب يعني هيك شغل لي بالي، الكتاب انه موسى الصدر يحاكم الزمن العربي. اوف ليه؟ ليه هالكتاب؟ أنا كتبت مقالات سياسية على مدى 15 سنة نعم إلى 20 سنة بين جريدة النهار وبين جريدة السفير، ومقالات إلى علاقة أكثر بالصراع العربي الإسرائيلي وبالواقع العربي أكثر من الداخل اللبناني، ولو أنه كتبت إشياء إلى علاقة بالداخل اللبناني. لكن من 7-8 أشهر موضوع موسى الصدر أنا شغلني بشكل دائم، يعني ضلت حس انه لانه انا موضوع موسى الصدر، حركه موسى الصدر لما بلشت ولما انخطف موسى الصدر سنه 78 كانت مفترق، كانت قويه كثير علينا نحن بهذيك المرحله، كنا نحب موسى الصدر، انا كنت شوفه بيجي على حسينيه برج البراجي انه يعمل محاضرات، فكانت قاسيه علينا. مرقت كل هذه الظروف ما كتبت شيء للحقيقه، عم اقول لك هلا حسيت انه بدي اعمل شيء تقريبا مسرحي، بس هو مش مسرحي، هو قصيده كامله، هي القصيده انتهت 188 بيت على فرد وزن وفرد قافيه. موسى الصدر قاعد بمحل ما بعرف، طبعا ما حدا منا بيعرف وين المحل، لكن عم يراقب ما يجري في العالم العربي بلبنان وبسوريا وبالعراق وبليبيا، عم يراقب ما يجري في العالم العربي يعني. ايه، وبيقول شو رايه بما يجري، وشوف شو عم تعمل امريكا وشو عم فانا عم بتخيل روسيا، فعم بتخيل هو موجود بمحل وعم يقول رايه لكل هذا الذي يجري. فالقصيده 188 بيت بعنوان موسى الصدر يحاكم الزمن العربي، بعتقد بيطلع من هالشهرين ان شاء الله. قد ايه رح يكون في اهتمام للناس؟ بده يلفت انتباه الناس، لاقول لك ليش، فكرته جديده كمان. اول شيء، اول قصيده سياسيه بكتبها انا وبنشرها بهذا الشكل، هي واحد. الكتاب فيه قصيده ثانيه جمله اعتراضيه في مديح المتنبي كمان 60-70 بيت. في قصيده ثالثه هي جاري الامام علي، فمنزل الامام علي من الاسطوره وحاطه مثل انسان عادي عم نقعد نحكي نحن وياه. وفي عندي تقريبا شي 50 صفحه من الكتاب غزليات بعنوان مرة بدها حلم الله. بدها حلم الله؟ ليه؟ شو يعني؟ قد ما حلوة وقد ما بتفهم وقد ما ذكية. طب كيف فينا هيك نختم يعني بقصيدة هيك بصوتك الحلو؟ نختم لأقول لك قصيدة من كتابي فوق رؤوس العالمين. نعم. فبقول على عيني وأجفاني ورمشي مشيت زمان عشريني وأمشي إلى بيت الحبيب ولا أبالي يطيب لأجله موتي وعيشي وفي الخمسين أفعلها فهلا سأبقى هكذا لأوان نعشي. الله، بعد شو خلاص بعد شو واحدة تانية ما بقول هل كان من نزقي أني أتيت لها بالفجر أسكب ما فيه بما فيها، هل
كان من نزقي أني أتيت لها بالفجر أسكب ما فيه بما فيها، صورتها فوق ما يقوى تصورها، فكدت في حطب المجهول ألقيها، لا تمدح امرأة في غير ما حملت من الصفات وإلا أنت هاجيها. شو حلو يا حلوة كتير. أستاذ عبد الغني طليس، أهلا وسهلا فيك. لا يمال، يعني بعرف أنه مقدر نحكي كتير قضايا. شكرا لك. شرفتنا بعلبكلة، والمزيد من النجاح. شكرا لك. أنا ممنونك، وإن شاء الله بتخلصي من هذا البرنامج، بتنقلي على برنامج بتستفيدي من كل الأخطاء طبعًا اللي مرقت فيها، وتنطلق إلى أنه أنت جديرة بأنه يكون لك محل بالتلفزيون. شكرا، أهلا وسهلا فيك. رأيك يعني وسام.